السلام عليكم خلصنا وانا مع موتور انقلوا ممتازة يوجد بي موتور هو في حالة يعني تبعوا معنا كنت سمعته كان حس كبير وانا قد من هاي في دمه. السلام عليكم خاطنا هاي تشوف الكوارث في الانطار شوف الزيت كيف اشرح قولي بوصوالك افتقين قالي بوصوالك كما تبقاش تحسب عندك واحد وزوج يسموهم كامل يتبدلوه في الحالة هذه ما شطول الفيديو نجي الفيديو قبل ما يدفع مشاهد الناس هيتتعلم اخو كان واحد النقطة مهمة خاوتنا لازم حتى نقي لك راس شدي كي راسي لي بونون بين ناحيه راس الملك هنايا شنو لي بون هذا هنايا لازم كامل تغسلهم باسكو شوف واش كاين فيهم الداخل واش تخرج منهم يا راس ماشي غير ناحيه تغسلها لبسخ هنا تلقاها عالية من الداخل شكرا هذا لي دريم معليش حبسوا هنا الله فيديو بعدين نكملوا السيليكون حبس السيليكون خاوتنا باش ما نفوس كي راس ما تحطوش السيليكون باسكو شو لي كريسير وشوهم كامل باشان ما تحطوش السيليكون شو كمية السيليكون ما تحطوش السيليكون شان واش حنا هنا هذا سيليكون جوان فوسكي جوان فوسكي راس كومبار بيلو ديروش سيليكون هيا هذا ان شاء الله شوفوا خاوتنا يعني بيستون طروزيام توصل هذا بيستون طروزيام اللي كنا نحولو لافيش سخانة في طفلة شوي ميز كاريتا وخلاص الله كاريتا ولي حال هذا البلوك كامل تجي لحنا ليش نخرج البيستون ويفان قابضنا البيستون طلازيام انا نحيناه او السيلاند هنا فارغ راح تشوفونا معليش بون الله يعني الحمد لله بالتوفيق من الله عز وجل دائما هذا نزيد من الكوندي على واحد اللي قال لي تزوق تلعبها زعما ماري
قبل ما تفتح تعرف وين راه السيلان اللي رايح. بين نسوق هنا العزيز، هذه خدمه يا اخي كيكون تقلع من مرمى في السطاج يقول لك تنحي الشمعه ينقص الحس. اكزومبل هذا موتور ديزل، بين نسوق انك كنت نفصل عليه الانجكتور ينفع قبل في السيلندر هذا الحس راح. ما عندي مشكل في الموتور ماشي في الانجكتور والله، يعني ماشي زوخ الحمد لله خدمه وتعبنا باش وصلنا لكو هذايا. بيان سو مادا بينا نكونو ميور بصح دايما رانا نتعلمو، ربي يقدرنا ان شاء الله. واش نزيدو نقولكم خاطرنا يعني السيرمون في كل لاصق، ناكلنا بيستا على بالنا واش نهضرو والحمد لله ربي السيرمون كيفاش لاصق. هكا ما تبدلش في دونج شتي باش عاودت معاها خصك شي شتي باش عاودت معاها هو شتو لي بوسوار يعني كيفاش كانوا نروح نكملو نشوفو لي بوسين نبدلوهم لي بوس باش ما يدوش طول الفيديو يمشي هذاك حسابو. شوف قوسين هنا بغاو نتحمرو، هاي باينة. شنو نقولكم خاوتنا، ما من الفيديو يجي طويل، لو حاب يتعلم وكش ما يزيد يعلمنا استفادوا منو، تبعوا لافيديو، هادي هي ودستونا الحمد لله. يعني صافي بليزك يا انسان يقول لك بارك الله فيك الله يرحم والديك الله يعطيك الخير ويكوكي. هذا ما كان والله غير الحمد لله كي وصلنا اتصالات ني خدماني والو نافذ عليهم يدعوا لنا بالخير، هذيك هي الفرحه تاعنا. ان شاء الله تفهموها والسلام عليكم.